العائلة ديالنا أحلى عائلة. من بعد باش نتجاوز هذا الرجل خلي مسافة ما كتقلش على وحفظي على 50 سنتيم متر هنا حيتاش عاطيني الدار متر ونص ديال متر علاش؟ متر لا ما عرفت متر ولا عاطيني بجوج جوج متر وانت كنعطيه متر ونص شاطر خالتي أمينة أجي أجي راه هادي ما حفظهاش المهم إحنا غدا عندنا امتحان وما حفظ والو لا مراجعة شوية ودابا جينا عاوتاني لاجونس باش نراجعو غتشوفوني عاوتاني لبسة غير الملحف ولكن كاين الموت ديال الصهد وصافي دابا كنديرو البي دي اف هنايا كنراجعوه وتنراجعو المهم الاسئله باش نحفظو القواعد ديالنا باش ان شاء الله غدا ندوزو الامتحان بكل سلام. الناس اللي ما عارفينش فين كندوز ولا ديجا هذا كندوز في اسكتي اوتو ايكول استاذتي العزيزه بقاي تم باش ما فيها لي يدير لك شي اوموجي ما فيها لي يخسر عليك المونتاج عندي اللي كنخبيك. المهم بقيت تما وقولي لي هذا السؤال هنا باش نتجاوز هذا الرجل نخلي مسافه ما كتقلش على مترو ولا مترو ونص يقول لك مترو ولكن خارج المدينه شنو قلنا قلنا مترو باش كنميز خارج المدينه وداخل المدينه من تروطوار ولا كان عاطيني بوجهه جوج مترو سواء داخل المدينه سواء خارج المدينه صافي في وسط المدينه متر اذا هنا متر ونص خارج من داخل المدينه مترو خارج المدينه متر ونص داك عاطيني بوجهه جوج مترو اذا هنا في هذه الحاله دابا مترو ونص قالت لي مترو لا ما غاديش مترو عندهم خطا عندهم خطا شتي شتي باش مزيان تكون عندكم استاذه مجتهده تتقري مزيان ايوا صافي هذا ما كاين ان شاء الله يكون خير يا ربي المهم ناجحين يا امينه ان شاء الله باذن الله ناجحين نحفظ النهار السبت بصح واش الدراري كاملين شحال السيمانه دابا نشوف كاملين تفعلا بزاف الناس اها حيت ما شاء الله بعدا كلشي نجح ياكي كلشي نجح اللهم بارك كاين هكا ديال الناس المهم نجحوا ما خيبش هي الحفله السبت الا كملتوا دابا النجاح ديالكم نتوما والناس ديال الصباح قال لك واي صاحبي وناجحين صافي انت بتصح تبارك الله كاين بزاف الناس وبزاف الاعمار والدراري والبنات وكل شيء نجح تبارك الله وصل البيت كاين عندنا استاذه جميله ومونيتور جميل ايوا صافي حنا نكملوا المراجعه وغتشوفوا يقدر في هذا الفيديو غتعرفوني واش نجحت ولا ما نجحتش يقدر ان شاء الله بقيت معاها في الطوموبيل باش نشوف حتى انايا نعاود نستافد قال لك التكرار يفيد الحمار ايوا صافي انا كملت الحصه ديالي ودابا يا خالتي غادي تخدم حتى هي ان شاء الله والله يسر الامور يا ربي ورحنا مزيان رحنا مزيان وهادو اخر لحظات قبل الامتحان ان شاء الله غادي يكون خير غادي يكون خير فرحانه نجحنا كنحسو بالسعادة يلا اللهم يسير قلت لكم كنحسو بالسعادة الحمد لله نجحنا انا وخالتي مهم انا نجحت ب 37 وخالتي نجحت ب 36 صافا الحمد لله اش قلت لها المهم نجح قالت لي مشاو لي جوج الاسئله قلت لها شوفي المهم نجحنا الله يجعلنا مهم أمينة أستاذتنا الجميلة بسم الله قالت لينا غير بني ما جبتوش 32 ما جبتوش 34 فرحتوني هذا زعما 32 زعما راه لفان وداك الشيء ساهل وزوين وتيبقى المجهود ديال أستاذة أمينة وسي عبد الله حتى هو والله كيبقى كي داروا معنا خدمة فوق من داك الشيء اللي خصو يكون وحق الله خدموا معنا مزيان سواء أنا سواء خالتي إي والله يعطيهم الخير نجحنا
غير نتي تيكي كي غير دحكا ولا حط صور جالسة انا خالتي دابا غادي تعاود تريني باش ان شاء الله العشيه غادي ندوزو السوقان. السوقان والله زعما ما خلعناش بحال كيف ما كان خلعنا الكود، والحمد لله راه دوزناه وتيسرت الامور وصافي. هذا ما كان العقبه ليكم كاملين وصافي. المهم انا الاوتو ايكول اللي كندوز فيها راه كاينه في الرمليه، اسكتي ايكول كاينه في الرمل. غنخلي لكم الانستغرام ديالهم الا بغيتو تجي تدخلوا عندهم ولا تجيو عندهم، ولا صراحه اقسم بالله الا زعما يستاهلوا ياك خالتي. لا انا كاع ما قاريه والله وحق الله تيخدموا المنيه ديالهم. عبد الله مسكين تيعطينا الخاطر، واحد الانسان في شي شكل ما تي دمو بارد زعما في شي شكل. استاذه امينه حتى هي وحق الله امينه حتى هي الله يكبر بها مسكينه. تندوزوا في الجو تاع الضحك وتاع هذا، واليوم قلت عليها فاش جيت انا نحط فاش جيت زعما حطوا لي الاسئله كنتفكر فيما كيجيني شي سؤال كنتفكر شي شرح، قالتوا لي امينه غير بالضحك فهمتوا، كنتفكر غير داكشي. المهم انا يلاه فقت الجوج داني نعاس تعطلت على الامتحان مشكله. المهم ولكن غنوصل ان شاء الله لانه وصل عليا المونيتور حتى للجوج بيل، قال لي صافي جيو حيتاش كان غادي يجي لينا ساعه صدق عنده الشغل عنده امتحان، قال لي غيجيو في الطاكسي ودابا غنخرج جريا غادي نمشي للطاكسي انا وخالتي. اوف ما كليت ما درت حتى شي حاجه غنمشي نيشان ويني جمف ماشي مشكل. المهم نجح بسلامه. عرفتي دابا شنو وقع ليا؟ كناكل خوخه. عرفتي شنو وقع ليا؟ حتى تعطلت طلقت الهم صافي نجحت في الكود صافي حسيت براسي بخير، وبعد النجاح راه ما قلتو حتى شي واحد خبيت غير ما رينطا. بغيت حتى ندوز السوقان، بغيت حتى زعما ننجح في كلشي ناخذ هذاك الرولاج. المهم قلت على ماني نضر وقلت عليه هو صافي هادشي اللي كيما قلتها لحد. المهم معطلة ولكن ماشي مشكل. المهم سمع لي خرجت حدا الناس قلت لكم طلقت الهم وحسيت براسي حيدت عليا واحد الهم واحد الهم الصراحه. هذاك الكود كان دارني في راسي علاش؟ لانه حبست فتره كبيره ومن موراها درت غير جوج حصص، درت غير ثلاثه الحصص صافي. واخا هو زعما كلشي كان كيقول لي راه ساهل خويا نتايوب، كان كيقول لي راه داكشي راه غادي تضحكي على راسك الا دوزتي، وفعلا داكشي اللي كان. المهم انا غنتسنى خالتي. انا واقفه واحد الوقفه فين حسيت شمط على راسي بالضحك، واول مره غادي نوقف في البلاصه فاش كيوقفوا الدراري عند عبد الله شهاب وحدا هنايا حدا الساحه. وعاد عرفت علاش الدراري كيوقفوا هنا، كيبان كلشي كيبان كيبان المحشاج كامل كيبان الغادي والجاي الحياه. عاد راهم دابا عرفت مقابلنا دابا وقفوا قبل مع بن دريس. يلا عرفت الدراري علاش كتوقفوا مزيان بصحتكم. كنت سنة خالتي وحنا اصلا معطلين ولكن ماشي مشكل غادي يكون خير. قال لينا جوج ونص. رايك خالتي جايه رايك بغيت نوريها لكم. هي خالتي شتوها لابسين انا وياها بحال بحال، وهاني دابا كنتسنى نوتي ان شاء الله باش ندوز الامتحان. كاين بزاف ديال الناس قدامها وبزاف ديال الناس مورا شتو غادي يبان لكم. كاينين الناس بزاف وان شاء الله ربي يسر. ما خايفاش صراحه مرتاحه ايوا ثقه في راسي. دابا تشوفوا واش الثقه بدات تكمل ولا لا. شوفوا ثاني الحبيبات ديال الستريس راه عرفتي والله العظيم الا بصح الليل ما نعستش، ماشي ما نعستش مرتاحه الليل كله. كل ساعه كتضربني فيها كنحلم واش تنبكي واش فاتني الحال ديما سبحان الله العظيم. واش حتى نتوما بحالي ولا غير انا فاش مثلا كيكون عندي شي امتحان شي حاجه اللي شي خرجه شي حاجه مثلا اللي شي موعد مهم ديما كنحلم باللي ما غاديش يكمل. ديما كنحلم بلي تعطلت ولا مثلا كتكون عندي شي خرجه وانا كنبقى نجمع حوايجي حتى كيطيح الظلام عاد كنبغي نخرج وكنلقى الظلام ديما. وسبحان الله اي حاجه حلمتها بحال هكا كتصدق ليا الحمد لله يا ربي. يعني ديما كيوقع العكس، بحال مثلا اليوم حلمت بلي مشيت ندوز الكود وفاتت عليا الوقت وجلست كنبكي والحمد لله دوزته ونجحت بخير وعلى خير، ولكن السوقان ما حلمتش به غير يا ربي سلمت فحلمتش بلي لا سقطت لا نجحت. يا ربي تيسر ايوا صافي انا ماك يا ربي تلي فيها الخير. نروح
لي طوموبيل خفتي بوي. نظران احسن مونيتور. اي احسن مونيتور ارزيك. اه واش جاب لك الوالدين ازيدي سكرسي. Yeah.